مرحبا بك سيد محمد بالقضاء، رئيس فريق شباب تيكوي لكرة القدم. اليوم الفريق ديالكم جرى بملعب المسيرة بمدينة تيزنيت مباراة ربع نهائي كأس سوس كبار، تمكنتم من الانتصار في هذا اللقاء على فريق إتران تيزنيت. شنو ممكن تقول لنا بعد هذه المباراة؟ أولا تنشكر المبارك الرياضي على المستضافة. بالنسبة لهذا المقابلة كتجي في إطار منافسة كأس سوس أصوات سوس، يعني في دور ربع النهائي. المقابلة كانت عادية، المهم احنا كنلعبوا على الواجهتين، واجهة البطولة وواجهة كأس سوس. بالنسبة لهذه المباراة لعبنا باحتياطات، يعني تقريبا احتياطات اللاعبين، أغلبية ديال اللاعبين الرسميين ما لعبوش. بالنسبة هذه لعبنا نصف، يعني فريق ديال الشبان والنصف الاخر فريق ديال الكبار. المهم المباراه عاديه، دازت في جو مناسب ورياضي، وكان نهني الفريق ديالنا على الفوز باصابه لصفر، وكنتمنى الحضور في المقابلات يعني المقبله في نصف النهائي والنهائي، ولمعنى الفوز بكاس سوس للمره الثانيه في تاريخ الفريق، وتنوجهوا وتنلعبوا كذلك على البطوله ان شاء الله. السي بالقضاء، على ذكر البطوله، واش انتم راضيين على نتائج الفريق؟ كيفاش كتشوفوا مسار الفريق هذا الموسم هذا؟ فعلا حنا راضيين على الفريق، حنا دابا في الصف الثاني وراء شباب فريق امجد وراء. المهم هذه السنه نتائج يعني حسنه، تنطمحوا باش نحطوا الصف الاول ونطلعوا القسم الثاني هو. وتنتمنى للفريق انه اللاعبين يكونوا على المستوى في المقابله المقبله، لانها حاسمه في الصعود للقسم الثاني. وتنتمنى التوفيق للفريق وجميع الفعاليات واعضاء المكتب السير عن الجهودات اللي كيقوموا بها. شكرا سي محمد بن القعده، وكيخلوا لي كلمه اخيره. كلمه اخيره، كنتمنى انه السنه تكون سنه نتائج امتياز، وكنتمنى انا كذلك هذا الجمهور اللي حاضر معنا يعني يكون واعي، لان هذه الظاهره ديال الشغب ديال الجمهور كتهم جميع الفرق الرياضيه على الصعيد الوطني والمحلي، يعني يكونوا المسؤوليه، لان بعد يعني بعد العناصر اللي لا علاقه لها بالرياضه كتكون وراء هذا الجمهور، وتدير الشغب وتدير مشاكل الفرق، وكذلك رجال الامن اللي كنشكرهم على المجهودات اللي كيقوموا بها. وشكرا.